بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد عبد الرحمن من جي اف اكس اكاديمي دوت تي في. النهارده ان شاء الله نتكلم على المات شادو. بدون كلام كتير تعالوا نخش على طول في الموضوع. ايه اللي غير الانترفيس بتاعتي؟ مش عارف، نرجع تاني زي ما كنا. اندوك هدا هنا ورايت كليك، نعمله تاب ونجيب دي جنبه ونجيب دي ما لهاش لازمه دلوقتي، ونضيق ده شويه ونظبط الريندر سيتنجز بتاعتنا، ارضو الريندر اوت بوت ان تي سي دي 1 وايد سكرين، وكده نبقى في التمام. ونخلي دي ب 50% سكيل ونبقى كده ريدي تو جو. البتاع اللي انا جايبه ده من موقع اعتقد انيميوم او من كادناف، يعني تقريبا كادناف على ما افتكر دوت كوم. عبارة عن الموديل الجميل ده. الموديل ده انا عايز احطه في انفايرومنت وعايز اخد الشادو بتاعه. ما حدش يتوقع ان انا هعمل تيكت شرينجل ده في المحاضرة دي، لكن اوتوماتيك زي ما اتعودنا، كرييت وارنولد وسيرفس وستاندرد على طول. قبل الكلام ده كله هروح للايت لايت وهقول له سكاي دوم لايت. مؤقتا هسيبه ابيض لغايه ما هغيره. هسحب دي احطها على الفايتر الفيكل دي، ودبل كليك، وهخش على نتورك من غير حتى نتورك اديتور. اخد ده لورا شويه و اخلي ده واخد كلر ده، واروح للسبيكولر سنه، وناخد دي مثلا كده زي ما اتفقنا، ما يعدوش الواحد. قول ده 0.6 وقول ده 0.3 ويبقى ده 0.1. جميل جميل. ونخلي دي فيها سنة ريفلكتيفيتي وهيبان لما نحط الماتيريال. خلصنا من دي، نيجي بعد كده للخامة. قبل الخامة عايز اتكلم على الباك جراوند. الباك جراوند هنا هتبقى فيها تركية بسيطة. الفيو بورت، او لو احنا حطينا باك جراوند اوبجكت من هنا ورمينا عليه ماتيريال من الارنولد، مش هيظهر في الفيو بورت لكن هيظهر لي هنا. بس انا لما بحب اظبط ده او بحب اظبط الفيو بورت بتاعي على الباك جراوند، ببص على طول الهورايزون لاين علشان ابقى ظابطه بالظبط على خط الافق بتاع الباك جراوند اللي انا هحطه. فحاله زي دي مش هينفع. عندك حلين، اما انك انت تضغط على الزرار بتاع ريندر تو فيو بورت فيطلع لك الاي بي ار هنا، حل كويس، او انك انت تعمل الحل اللي انا هقوله دلوقتي. مبدئيا تعالوا نروح لكرييت شيدر وهقول له ارنولد شيدر نتورك، دبل كليك، ودي هسميها بي جي اي بي ار، وهقول له اوبن نتورك اديتور، وهاخد كالعاده ايمج. لو يعملوا شريط الفيفوريتس يبقوا ولاد حلال بصراحه، نحط فيه الفيفوريت نوتس، وهودي ده هنا وهروح لهنا واخد من جوجل درايف بروجكت اسيتس ايمجز ايربورت، هاخد الخامه دي عشان فيها ارضيه عكسه، اوبن، واقول له اوكي لغايه كده تمام. بص بقى، لو خدنا ده رميناه هنا هيبان هنا لكن مش هيبان هنا، تمام. ده مبدئيا الموديل بتاعنا صغنطوط حبتين، نكبره شويه عشان هو المفروض يبقى كبير. طب انا عايزه تظهر هنا، اضغط على ده زي ما قلت هيودي لك الاي بي ار هنا، واشتغل بقى اظبط دي واظبط دي، بس يعني عشان تبقى الدنيا خفيفه معاك شويه بدل ما تتفحت بالمنظر ده كده. شيل ده ونعمل تركايه بسيطه قوي. هنعمل كرييت لماتيريال عاديه خالص، دبل كليك، ودي هنسميها بي جي فيو. ايه الهبل اللي انا عملته ده؟ مش عارف. بي جي فيو، وهنشيل الريفلكتنس ونروح للكلر وناخد نفس الماتيريال ونودي دي على ده. بصوا اللي هيحصل،
كده اتظبطت؟ اتظبطت. خلي بالك بقى انك لو جبت ده مكان ده هيحصل نفس المشكله، فخلي بالك ان الشيدر بتاع السينما 4 دي العادي يبقى بعد الارنولد. مؤقتا بس هشيل الباشا ده من هنا على ما اظبط الدنيا بتاعتي، هقول له ارجع للفريم ديفولت عشان نبقى عارفين دنيتنا عامله ازاي، وهوقف الاي بي ار. هنك وقفل لكن مش مشكله، نكمل نظبط الهورايزون بتاعنا بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ظبطنا ده مع الارض، نطلع نكنترول اس، نطلع الموديل، نرجع بالكاميرا بتاعتنا ونظبط بقى الموديل زي ما احنا عايزين، ونخلي بالنا من الهورايزون لاين بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. تمام، ظبطنا الموديل وكله تمام، عايز بس اخد زاويه تكون كويسه تمام بالمنظر ده كده. وزي ما قلت انا ما بحبش احط الحاجه كمبدا من مبادئ الفوتوغرافي، ما بحبش احطها فين في 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 نص الصوره، يعني انا دايما بحب احطها في بحب احطها في حته من الصوره، يعني يمين شمال فوق تحت، المهم ما بحبش احطها في الفوكس كده. فخلينا هنا بالشكل ده وكنترول اس. بعد كده نعمل الاي بي ار ونشوف. تمام، مبدئيا ده شكل الموديل بتاعنا ظريف. نكمل. اولا السكاي دوم انا عامله كولر، نسيت اعمل ريسيت للباك جراوند، متاسف. بسرعه كده ناخدها هنا ورايت كليك كونفرت تو تاب، وناخد ده فوق ده ورايت كليك اندوك، نقفل دي ونوسع المسافه دي شويه كده عشان نعرف نشتغل، ونحط دي هنا. مبدئيا في السكاي في السكاي دوم انا مش عايزه كولر، ممكن اخد تكتشر واحط خامه هيدر على طول، او الاحسن بصراحه انا بحب دايما اشتغل على لينك. ليه لينك؟ لان لينك لان احسن من تي اي داتا، لان لينك بتخليني اشتغل على شيدر عادي خالص. لو قلت له ستاندرد دبل كليك وهسمي ده اتش دي ار اي، وهنفتح النتورك شيدر او نتورك اديتور، وهقول له ايمج. ايه اللي خلاني عملت ستاندرد مش فاهم انا؟ تمام، و في الايمج هاخد كلر كوركشن نود واسحب دي لهنا، المحاضره القديمه بتاعه اللايتنج اللي ما شافهاش يشوفها على الموقع في gfxacademy.tv، ومن فوق هتلاقي فري، تحتها سينما 4 دي تيوتوريالز، هخش هتلاقي الارنولد تيوتوريالز. المهم هروح للايمج، ولازم تختار خامه هيدر، ما ينفعش خامه من دول. لو خامه من دول هتديك اضاءه لكن مش هتديك شادو، مش هتدي لك اكيوريت ريفليكشنز ولا اكيوريت سبيكولر. اعتقد انا عندي واحده في الاسيتس في 2 دي في تيكتشرز في اتش ار اي، الخامه دي كانت فري تمام بالمنظر ده كده. مؤقتا هقوم جاي قافل ده واجي هنا وهنزل الجاما شويه، وهرفع المالتي بلاي على الاخر عشان دول يبقوا شكلهم يبقوا واضحين وشكلهم كويس، لكن الاكسبوجر هقفله سنه تمام بالشكل ده كده. الجاما لو قفلتها او لو رفعتها سنه سنه كمان تديني هنا امكانيه ان انا اعمل كونتراست كويس، بس زي ما انت شايف مش قوي لان الكونتراست هتحرق السين بتاعتك. حاجه بالمنظر ده ممكن ننزل بالاكسبوجر شويتين عشان ما يدينيش هنا هارد سبوتس. خلصنا من دي، هنقفل ونقفل ده خالص، وناخد الماتيريال دي نحطها هنا في اللينك سلوت بالمنظر ده كده. لو شغلنا الاي بي ار هلاقي الاضاءه بالشكل ده. طبعا زي ما احنا شايفين هنا
دي جايه من البقعه بتاع الشمس دي، بس الاضاءه هنا لو احنا بصينا على الاورنج تون هنا هنلاقيه دي ساتوريتد شويه، يعني مقفول شويه او باهت شويه. هخش هنا، ده فايده ان انا حطيت دي، لان هنا لو جيت في الساتوريشن قفلت الساتوريشن شويه، هي مش باينه هنا لكن هتبان في الاي بي ار ان هي اتظبطت. تمام، نقفل الكالر كوركشن نود، نفتح الساتوريشن سن. سنة كمان. مش عارف راحت فين، مش عارف هو كان مهيز ولا عامل ايه. نعمل ريندر تاني. طيب هنرفع السامبلنج شويه لان ساعات هو ما بيظبطش. اعتقد كده بواحد، سنه بسيطه بس، بسيطه مش اكتر، تنزل الساتوريشن بالمنظر ده. يمكن عشان احنا قافلين الاكسبوجر شويه فمش باين. اعتقد كده كويسه قوي. ويمكن الجاما هتظبط معايا قوي في السبيكر او السبيكولرز اللي هتظهر هنا. ما اعتقدش ان في هنا سبيكولر خالص، فلو ظهر هنا سبيكولرز هتبقى unrealistic، حاجه زي كده مش هتنفع. تمام، فخلينا بالجاما باهته السنه، والاكسبوجر هنرفعه شويه. اكتر من كده ما اعتقدش ان احنا محتاجين حاجه. مثال دي 0.995 كده تمام قوي. نقفل معلش، نفتح تاني هنا. عايز اروح للكونتراست سن عشان اعمل بس لايت كونتراست مش اكتر. نقفل دي بقى، خلاص خلصنا منها، مش محاضره اضاءه. نيجي لللايت دوم وبسرعه كده نقوم رافعين بس الانتنسيتي شويه. تمام، نقفل دي شويه ونرفع الاكسبوجر سنه بسيطه. طبعا واحد يقول لي طب الكالر بتاع دي في البوست برودكشن الحاجات دي بقى. تمام، اهم حاجه عندي الموديل هنا ينور بشكل كويس. طيب خلصنا هنا من الموديل، وان يكون الساتوريشن هنا غريبة. لا غريبة فعلا، يعني مش عارف. طب يمكن عشان انا عامل مالتي بلاي فمفتوحة شوية. لا غريبة فعلا، مش عارف ايه المشكلة هنا، بس ما علينا، خلينا بالمالتي بلاي و 0.998. بصوا هي مش موضوع المحاضرة بس هي غيظاني بصراحة، يعني أنا عايز ألاقي لها حل. ناخد اللينيرايز انبوت ونخرج دي على انبوت. تمام بالشكل ده كولر سكوب يروح للاس ار جي بي.
طب لو احنا خدنا الكالر سكوب لهنا على طول، تمام، يبقى هي اصلا لينير. عموما عشان ما اطولش عليكم واخش في، نرجع نقفل ده بقى، نقفل ده كمان ونظبط الاضاءه بتاعتنا. اعتقد كده الموديل تمام. ازاي بقى نحط او ناخد الشادوز من تحت الموديل ده؟ تعالوا نروح نحط من هنا ديسك، هنقفل اي بي ار مؤقتا بقى، وهروح اشوف الديسك ده مكانه فين وهاخده انزله لتحت كده، اكبر الراديوس بتاعه، يعني خلينا في 2000 سيجمنتس، مش مهم السيجمنتس، تمام، لكن انا عايز احطه كده بحيث يلاقي ده، تمام ماشي. بعد كده هنروح لشيدر نتورك شيدر، وهنروح هنا اوبن نتورك، وهندور على مات او ندور بكلمه شادو، نسحب ده هنا وناخد ده للبيوتي. خلي بالك بقى انك لو قفلت ده وسحبت ده رميته للديسك، اللي هيحصل حاجه غريبه قوي. لو احنا رحنا كده وعملنا الاي بي ار، هنلاقيه هنا اسود. اسود ليه؟ لان انت هنا بتقول له في الباك جراوند اديني اسود، لكن لو قلت له يو سين باك جراوند هتلاقيها بالشكل اللي انت شايفه ده. البتاع ده مش كده وبس، يعني هو جماله مش في كده وبس. الفايتر دي معلش استحملوني شويه، انا عايز لونها ابيض ما يبقى احلى، تمام. مش في كده وبس، لا، هنا اولا انت عندك انت عندك هنا، عندك هنا الديفيوز. الديفيوز طبعا هو كده كده واخد الكالر من الماتيريال اللي قدامك دي، لكن انت الديفيوز انتنسيتي هياخد من ده يحط على الشادو. لو احنا رفعنا ده الواحد هنلاقي الشادو راح عليه سبوتس بيضاء اكتر من الاول. خلي بالك بس من حاجه زي كده، يعني انت عايز تعمل سبيل اوف كالر، بس خد بالك ما يبقاش قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن تقول له ان دايركت ديفيوز، يعني هياخد من الاندايركت ديفيوز سامبلز ويحطها على الشادوز. في حاجه هنا في السامبلز مظبوطه كده، مظبوط. في الريندر، في الريندر سيتنجز الكاميرا ب4، خلي الكاميرا دي ب3 عشان يبقى اسرع شويه. هنيجي بعد كده في الجميله قوي اللي هي السبيكلر. السبيكلر بتخلي الشيدر ده ما يشتغلش كمات شادو بس، لا، ده بيشتغل كمان كمات للريفليكشن. لو عملنا كده مش عارف لاحظتوها ولا لا، بس انا متهيألي متلاحظه وباينه اهي، ده انعكس هنا. وزي ما احنا شايفين هنا خد من هنا. انا عايز اقفل دي شويه واقول له اندايركت ديفيوز لا. لو انا زودت الانتنسيتي هنشوفها طبعا، اعتقد باينه وواضحه قوي هو عمل ايه. طبعا مش هيبقى بالمنظر ده، انت عايز بس تعمل ماتشنج بين الريفليكشن او البلرد ريفليكشن ده واللي هنا. فمبدئيا الكالر هيبقى مش كده، الكالر هيقل، هياخد كالر من الريفليكشن ده واقول له اوكي، ومش كده وبس، تمام، لا، انت هتقلل الريفليكشن ده سنه عشان يبقى ماتش بينه وبين ده، اعتقد نفس الدرجه، بس هنرفع البلورنس او هنرفع الجلوسنس شويه. فايتر خليه كده، تمام، واعتقد كده الدنيا بقت واضحه قوي وباينه قوي في المات، في المات شادو. ممكن ارفعه سن، تمام، وناخد الجلوسنس حبه بحيث نبينه، بس هنلاقيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ادي المات شادو بتاع الارنولد.
متهيألي نود جميلة جدا و كويسة جدا. يعني فاضل في المحاضرة 10 دقايق بس انا معيش وقت اتكلم على الخامة اللي بعدها اللي هي عايز اتكلم على الفيرتكس ماب. هتكلم على نفس الموديل ده برضو، بصراحة خامة جميلة جدا و او شيدر جميل جدا والبوسيبيليتيز بتاعته كتيرة جدا. اشوفكم في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله.